اتلانتا لاتيو الدوري الايطالي السيري اي الجوله 27 وشاهدنا كيفاش اهداف شاهدنا الاقل شاهدنا كيفاش كانت نقولوا باللي كانت لاتيو هي اللي مارتين وين سجل ضد ضد مرمى جيرجيو كيفاش وين اضاف الهدف الثاني بهدفين نقولوا باللي الشوط الاول اللي انتهى هدفين لهدف لصالح لاتيو شنا اتلانتا العوده في النتيجه وين روبن وين قلص النتيجه في الدقيقه 38 روسلاني اللي نقولوا باللي عدل النتيجه في الدقيقه 66 شاهدنا كيفاش كل مدرب وين جيان بيرو وين دخل بخطه 4-3-4-3 شاهدنا كيفاش سيموني المدرب تاع لاتيو اللي دخل بخطه 3 اتلانتا يقلب الطاوله على لاتيو بعد ما كان فائز وكان فائز بهدفين في الشوط في 11 دقيقه شفنا كيفاش الشوط الثاني وين كان مغاير جدا وشاهدنا كيفاش الاهداف تاع روبن وين روبن وين قلص النتيجه روسان الذي عدل النتيجه شفنا خوسي لويس اللي اضاف الهدف الثالث في الدقيقه 80 مباراه كانت جميله مباراه كانت قويه خاصه وين فينيك ما نساوش الدفاع تاع اتلانتا في الشوط الثاني وين الدفاع وخط وسط الميدان وين غلق كل منافذ امام لاتيو وين شفنا كيفاش لاتيو اليوم وين الشوط الثاني خاصه وين نقولوا باللي 20 دقيقه الاخيره وين التغييرات اللي دارهم المدرب ما كانش في محلها وين دخول جوردان دخول ماركو دخول فيليبي اندريا ما كانش في محلها وين شاهدنا ثلاث تغييرات فقط من جانب اتلانتا وين قلبوا الموازين وين جانب تيموث شفنا لويس شفنا جوزيف يعني قلبوا موازين قلبوا المباراه على لاتيو هذا اللي نقولوا بلي هذا هما شفنا كيفاش سيموني من جانب لاتيو وين التغييرات اللي دارهم ما كانتش في محلها جيان بيرو وين دار التغييرات وين نجح بالتغييرات 3-4-3 يعني كانت المباراه وين كانت شيقه مباراه وين شاهدنا فيها اهداف شاهدنا فيها نقولوا بلي اليوم اتلانتا عرف كيفاش يتحكم في اعصابه عرف وين 11 دقيقه الاولى منهزم بهدفين لصفر يعني ماهي سهله باش تعاود ترجع في النتيجه تعدل النتيجه وتسجل الهدف الثالث في الدقيقه 80 يعني كانت المباراه وين نقولوا باللي اتلانتا بعد ما مارتين وين عدل سجل ضد مرماه في الدقيقه الخامسه وين منهزم في الدقيقه الخامسه يعني ماهي سهله شاهدنا كيفاش خوسي رافايا شفنا كيفاش بيرو شفنا هاناس شفنا مارتين اليخاندرو غوميز يعني روبن يعني نقولوا زاباتا يعني كانت المباراه كانت ما بين لاعبين خاصه الشوط الثاني كان تاع مدربين الشوط الثاني كان تاع مدربين وشاهدنا اللمسه تاع جيار شفنا كيفاش كانت اللمسه تاعو التغييرات تاعو وين عرف كيفاش يفوز في المباراه في الاخير وين شاهدنا كيفاش اتلانتا لاتيو شاهدنا كيفاش انتهت المباراه يعني كانت مباراه شيقه مباراه رغم ان نقص الحماس تاع الجمهور لكن مباراه في المستطيل الاخضر كانت في القمه صعيدو.